انعكاسات بقى حصول النادي الاهلي على التاسعه، النجمه التاسعه في دوري ابطال افريقيا، على اللي جاي ان شاء الله. احنا لسه عندنا يعني في خلال ايام عندنا اكتر من بطوله مظبوط ورا بعض، عندنا لسه كاس مصر وعندنا كاس السوبر الافريقي وان شاء الله عن قريب كاس العالم للانديه. وبالمناسبه يا كابتن فتحي، كيف ترى النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ احنا فين بالمقارنه بالفرق اللي هنلعبها في كاس العالم للانديه؟ لا هو طبعا يمكن المؤشر زي ما قلت لك كلمه كابتن محمود الخطيب ان احنا خلاص انبسطنا وفرحنا وكسبنا بطوله. انا ببص على اللي جاي برضو من حاجات اللي دائما النادي الاهلي بيسعى ليها احراز بطولات، يعني احراز بطولات، مش هكتفي بدوري وهكتفي النهارده ببطوله افريقيه، لا انا عندي كاس مصر وعندي السوبر وعندي السوبر الافريقي وعندي كاس العالم للانديه. كل هذه الامور بتدي شعبيه طاغيه للعيبه وتدي شعبيه طاغيه للنادي في حد ذاته. يعني في حد ذاته النهارده النادي الاهلي بيروح بطوله كاس العالم للانديه، دي بتفرق جدا، وخصوصا ان شاء الله اذا فاز النادي الاهلي بمركز من مراكز على مستوى العالم كله، يتعرف النادي الاهلي ويتعرف نجوم النادي الاهلي.